نطلب من الشعب وعي الشعب، ما يسمعوش لهذه الاخبار اللي يقولوا، اللي يقول لي الاخبار يقول له معليش تشك فينا ولا شوف طلع في العالم. نعم. ودول متقدمه. نعم. دول لقحوا وراهم يلقحوا وشوف النتائج اللي حصلوا عليها. نعم. اذا لماذا تشك؟ هل اللي يجي في بالك انت احنا وزاره الصحه نضر مواطنين؟ نعم. هل تجي في بالك نجيبوا حنايا لقاح اللي ماهوش مؤكد من طرف المنظمه العالميه للصحه؟ نعم. هل نجيبوا حنايا لقاح اللي دار مضره في المانيا وفي الدنمارك وفي اليابان؟